الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب سؤر الهرة. ثم قال يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار في الكلام عن سؤر الهرة، أردفه بعد الكلام على سؤر الإيش الكلب، ليبين لك لو جاءت الهرة القط السنور شرب من إنائك أو ولغ في طعامك أو في شرابك، تأكل تشرب أم لا؟ يعني هذا يحل أو لا يح أو يحرم. وإن كان ماء أن تتوضأ بها وتغتسل، يصح لك أن تغتسل منه أو تتوضأ منه أم لا؟ الشريعة ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أوضحتها إيضاحا تاما بيانا شافيا جليا. فالحمد لله على نعم الله أن الله تعالى خلقنا مسلمين، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شيئا إلا بياناته، كما قال أبو موسى أو أبو ذر، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وما من طائر يقلب لنا حي في السماء إلا وقد أخبرنا منه الخبر. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي، وهو من الثقات الأثبات من النوادر، كما قلنا في قصة إسلامي عجوبة أنه كان مخمورا ورأى شعبة ومعه كوكبة، فاستغرب لما يلتفون حول رجل واحد، فقالوا: هذا محدث. قال: وما معنى محدث؟ قالوا: يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه فقال: من أنت؟ قال: شعبة. قال: وما شعبة؟ قال: محدث. قال: وما محدث؟ قال: أحدث عن رسول الله. قال: إذن حدثني. هو مخمور، فأن تعلمون أن تضيع العلم أن تؤتيه غيره أهلي، ومخمور أنت تعلم مخمور يعني توقع منه أي شيء. فقال: لا أحدثك. فأشهر السيف، قال: حدثني وإلا قتلتك. فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف فذهب الرجل بكى، ثم ذهب فاغتسل، فكانت تغيير مسار الحياة بأسرها في حديث واحد. ثم ذهب يسأل عن شعبه فلم يجده، لكن أعاضه الله بمن؟ بمالك. فجلس بين يدي مالك حتى كان كما قال ابن معين أثبت الناس رواية في الموطأ هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وذلك فضل الله يتيه من يشاء. المهدي يصلح الله في ليلة. نعم، روى له الجماعة. يعني هنا بقى لا، هو تاب أسلم. دي أنا يعني في صدري منها قصة إسلامي إسلامي الحق إسلامي الحق. نعم، تفضل. قال عن مالك. عن مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فإيش؟ فمالك النجم، مالك صاحب الموطأ، حتى أن الشافعي قال: أصح كتاب على كتاب الله الموطأ. هذا عندما لم يصنف البخاري. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو كما قال بعض العلماء من الثقات. أبو زرع نفسه قال ثقة، وإذا قال أبو زرع عن راوي ثقة فعد عليه بالنواز، روى له الجماعة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. حميدة روى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن أربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبعض العلماء منهم ابن مندة ضعف هذا الحديث وقال حميدة مجهولة. يحيى بن معين قال أو غيره قال: روى عنها ابنها وكان من الثقات الأثبات. وإذا روى عنها من التابعين من الثقات الأثبات فهي إيش؟ رفع للجهالة، ورفع جهالة العين صراحة، لكن رفع جهالة الحال فيها نظر. لكن بالمجمل تتعاضد الروايات فيحسن الحديث، تتعاضد الروايات فيحسن الحديث. فحمنا بنت عبيد ابن رفاعة قال عنها بعضهم ومنهم ابن منده قال مجهولة، قال مجهولة يعني مجهولة الحال. نعم. عن كبشة بنت كعب ابن مالك. عن كبشة بنت كعب ابن مالك أيضا جهلها ابن منده، قال هي مجهولة، وضعف أيضا من أجل الإسناد. وكبشة يعني من التأمة يعني الحق بأنها كما قال علماؤنا أن اختلف فيها العلماء هل هي صحابية أم لا، وكثير من المحققين قالوا لها صحبة فانتهى الأمر، إذا كانت لها صحبة فيكون انتهى الأمر، وإلا فالحديث صحيح. نعم. قال: وكانت تحت ابن أبي قتادة. ابن أبي قتادة اسمه عبد الله بن أبي قتادة. نعم. أن أبا قتادة رضي الله عنه قال: أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شرب. أصغى لها الإناء يعني قرب لها إيش؟ يعني كما تقول أسمع أصغي إلي، يعني قرب اقترب مني حتى تسمع. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطواف
إنها ليست بنجس. نعم. إنها من الطوافين علي من الطوافين عليكم والطوافات. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي كما قلنا أروى الناس أو أثبت الناس في الموطأ. قال: حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز بن محمد الدارواردي تكلمنا عنه كثيرا وتكلم عنه العلماء رواه مسلم أصحاب السنن الأربعة يعني له غرائب. عن داود بن صالح بن دينار التمار. عن داود بن صالح بن دينار التمار هو كما قال العلماء من الثقات روى له أبو داود وانفرد بتخريجه لم أكن واهما لكن الحق ها وابن ماجه أيضا وروى له ابن ماجه جيد. أحمد قال عنه لا أعلم به بأسا لا بأس به فهذا على الأقل فيه شيء من التحسين لحديثه. عن أمه أنا لا أعرف أم داود ما أعرفها لكنها صحابية. أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها. إيش الهريسة؟ هو القمح أو الشعير الإيه؟ المهروس ها هو هذا مدقوق. نعم. فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن أنضعيها يعني هي تصلي قالت هكذا افعلي هكذا. فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن من التي أكلت من حيث أكلت الهرة؟ عائشة رضي الله عنها. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. يا لله هذه الشريعة الغراء نحمد الله على هذه الشريعة الغراء. انظر أولا الرحمة والرفق حتى بالحيوان لا الذي يزعمون بأن رجل مثل تفيه يموت ويكتب كل الإرث الإيش لكلب أو لحمار أو لبغل لا نحن نقول هذه الرحمة الرحمة أن تضع الشيء فيه في موضعه وكيفية التعامل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجمل يسعى فاشتكى صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا صاحب هذا الجمل. فجاء الرجل فقال إنه يشتكي منك يشتكي أنك تجيعه وتدئبه يعني أنت يعني تشق عليه بالعمل وأيضا لا تطعمه. وأيضا لما جاءت الحمرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الفرخ الحمرة تفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفزع هذه بإيش بفرخيها وعمر صلى الله عليه وسلم بإرجاع لها. الغرض المقصود بأن الرحمة كانت في هذه الشريعة الغراء. لذلك أنت ترى من العجب العجاب أن كل ما طاف بالإنسان وكل ما كان له ما له بالإلف للإنسان يجدر الإنسان أن يحسن إليه كالخدم. الخدم أنت تعاملهم برفق وبلين لأن الاستفادة منهم عالية وأنهم يدخلون عليك ليل نهار صباحا مساء. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الهر بالطوافين عليكم والطوافات من الخدم يعني من الخدم. وأيضا الشريعة الغراء جاءت بقاعدة مهمة جدا وهي من أعظم قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب وهذا له نظائر كثيرة جدا في الشريعة. أنت ترى إن كنت مسافرا والسفر فيه مشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر مشقة أو قال السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع إلى أهله. ولأن فيه المشقة ولن ألحق به المشقة قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الجمع بين الصلاتين ورخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها القصر في الصلاة. وأيضا كنت في سفر لم تجد الماء لا تبحث كثيرا لك أن تتيمم رخصة من هذه الشريعة الغراء. أيضا الرخصة من الشريعة الغراء المشقة تجلب التيسير إن كنت تقوم تصلي وهي صلاة الفرد لا صلاة النافلة. أما النافلة فأنت مخير أن تصلي نائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد في النافلة لا في الفرد. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع وهذا في صحيح البخاري صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فأنت لك أن تقيم الليل وأنت نائم على سريرك ما المهم لا تضيع الخير الذي أنت عليه عض عليه بالنواجذ. وأما بالنسبة للفرد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك قعد علماؤنا قاعدة مهمة جدا ألا وهي قاعدة ها لا واجب مع عذر لا واجب يسقط لا واجب مع عذر. فالمشقة تجلب التيسير لذلك المشقة مشقة الاحتراز من الهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم والطوافات. لا تطردها لا تقتلها وإن شربت فكل واشرب وتوضأ من الماء الذي اقتربت منه الهر. المسائل الفقهية في هذا الباب أن كبشة قدمت الوضوء الإناء اللي فيه ماء بالماء الوضوء لأبي قتادة رضي الله عنه أرضاه
فأراد أن يتوضأ فجاءت هرة فأصغى إليها قرب إليها الإناء فاندهشت من كبشة اندهشت. وهنا انظر للعالم كما قال من أدب العلماء أنه إذا وجد الجهل على وجه أحد عليه أن يزيل عنه هذا الجهل. وترى أيضا في الجانب الآخر الانقياد التام والانصياع التام إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا أو قولا. وهذه الدلالة واضحة جدا على خيرية هؤلاء أو هذا الرعيل أنه كان يكفيه فقط أن يقال فعل أو قال أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا وتزال الدهشة. فاندهشت فنظر إليها أبو قتادة وكان عالما فقال أتعجبين يا بنيتي يعني أتعجبين مما أفعل؟ فقالت نعم. قال إن فقال لها إن النبي قال إنها ليست بنجس فأقرت ولما أقرت فأزيلت الدهشة. والعجب الذي كان في وريها لأنه قال بأن سلم فعل ذلك وقال إنها ليست بنجس فأقرت وأخذت ذلك ورفع عنها العلم لأنه بيّن لها بقول سلم. هو أخذ من ذلك بأن العالم إذا تكلم في مسألة لابد إذا أراد إيضاح هذه المسألة ألا يتكلم إلا بدليل. لكن نحن نعيش مع أقوام الآن أظن أرى أجد أظن أرى أرد والعلم قال لا قال الرسول لا أظن ولا أرى ولا أرد. قال علماؤنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. المسألة الفقهية الثانية في قول أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. اتفق الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد على طهارة الهر السنور طهارة ذات القط أنثى القط الهر طهارة الهر ذاتا ولعابا وسؤرا فهي على الطهارة لأن مسلم لما قال ليست بنجس يبقى إذن هي إيش هي طاهرة العكس ليست بنجس إذن هي طاهرة. وهذا الذي قاله العلماء لذلك قالوا بأن سؤر الهر طاهر وأنه يشرب منه ويتوضأ منه ويأكل منه وإلا فإمعانا في الطهارة جاءت الهر تأكل من مكان فجاءت عائشة بعدما صلت فأكلت من نفس الموضع الذي أكلت منه الهر دلالة إمعانا في الدلالة على الطهارة أنها ليست بنجس. خالف ووافق على ذلك محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف الصاحبان للإمام حنيفة وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال هي نجس. أبو حنيفة يقول هي نجس واستدل على ذلك برواية الدارقطني ورواية أخرى في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنور سبع فاستدل بهذه الرواية على نجاسة الهر وقال وهذه النجاسة نجاسة مخففة. والذي حدا بنا أن نقول بأنها مخففة من القائل أبو حنيفة أنها مخففة بأنها من الطوافين عليكم والطوافات ثم ذكر والمشقة تجلب التيسير لذلك لم نحرم ولكن قلنا أنها على الكراهة نجاستها مخففة. طب هنا وجه الدلالة عند أبي حنيفة ما هي؟ استدل برواية وهي السنور إيش؟ سبع والهر سبع والقط سبع. وين وجه الدلالة؟ أخطأ أنت لا تجاريه هو ضربها كده اعتباطا وغلط. كل ذي ناب من السباع إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير نجس. هذا حديث صريح صحيح نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من إيش من الطير. وين النجس؟ مين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ هو الآن خلاص يبقى وجه الدلالة هنا أنه إيش قال يلزم من السبعية النجس. فهمتم؟ هذا وجه الدلالة مش القياس. قال يلزم من السبعية إيش النجاسة وقلنا له هذه مقدمة غير مرفوضة. هذه مقدمة إيش مرفوضة بأنه ليس بلازم من السبعية أن تكون نجسة يعني يكون سبع ولا يكون نجس. وإلا فكثير من السبع يعني الضبع لو قلنا الضبع سبع طاهر ويؤكل وإن سلم جعل فيه إيش شات الفهد مع ذلك ليس بنجس. الأسد ليس بنجس الراجح الصحيح الأسد ليس بنجس النمر ليس بنجس. فنقول السبعية لا تستلزم النجاسة. طب ما الدليل على ذلك؟ لأننا لو إذا رفضنا المقدمة لابد أن نقول له البين على المدعي ولا مين على المنكر. قال رفضت فأتي بالدلالة. طب هات سمك القشر. لا
ممتاز، بس هنا فيها ليه؟ لأنه قال يلقى فيها النتن والحيض والسباع، يبقى تدخل معها بالدلالة الاقتران أنها تكون نارسة، يعني ممتاز، استدلال ممتاز لكن ليس صريح. ايش بقى ايش تريد السباع؟ ماشي ممتاز، انت ماشي صح. لا بئر وضاع، لا ده لا افهموا، بئر وضاع عليكم ليس لكم يا اخو، ما هي صنعه الطالب انه يعرف يستدل، هذا لكم عليكم ليس لكم، لان في بئر بضاعه قيل يا رسول الله على البئر يلقى فيها النتن وايش محايط خرق الحيض اجلكم الله، صحيح، وكل ذلك ايه نجوى السباع، يبقى دلاله الاقتران انها نارسة ليست لكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضعف، اسناده فيه ضعف، لكنه يتعاضد بروايات كثيره جدا، بل حسنه كثير من العلماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، انا توضأ بفضله الحمير اجلكم الله، بسؤل الحمير يعني بفضله الحمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال وبما افضلت السباع، كل السباع. قالوا انا توضأ بفضله الحمير، قال نعم وبما افضلت السباع، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحه الان توضأ بفضله الايش السباع، يبقى هذه فيها دلاله على الطهوريه لا على النجاسه، لا على النجاسه، يبقى اذا نقول له ليس بلازم يا ابا حنيفه ان يكون سبعا، ده اذا قلنا بحسن الحديث، ان يكون سبعا ان يكون نجسا، ليس بلازم، ليس بلازم السبعيه ان تستلزم النجاسه، بل سبع ويكون ايش ويكون طاهرا، ومنه الهر، ومنه الهر، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الثالثة بذلك مسألة القياس، قال علماؤنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليست بنجس ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والعلة بذلك بأنه يشق عليكم الاحتراز، يشق عليكم الاحتراز، ولا يقال بأنها نارسة ثم خفف لأنها من الطوافين، لا هي طاهرة لأنه قال ليس بنجس حكمه الآن، ثم بيّن أنها إيش أنها من الطوافين، كأنه يقول وأقول لكم وصف السبع الهر التي هي من سبع أنها من الطوافين، إذن كل ما كان في حال الهر فقل أنه إيش أنه طاهر. العلماء اختلفوا في هذا، لأن في قول السلام أنها من الطوافين عليكم والطوافات، كأنه لما علل علل بإيش؟ طب انت تقول لو العالم يريد ان يوقع العله الصحيحه في هذا انها من الطوافين عليكم والطوافات الى ما سينظر ليقيس، الى ما سينظر ثم يقيس، ما في ايمن، الى ما سينظر العالم ليقيس، لا طيب العلماء انقسموا إلى قسمين، ينظرون إلى الخلقة وينظرون إلى اللفظ، كأنه قال وكل ما كان في خلقة الهر فهو من الطوافين عليكم، طيب أو هو طاهر، فهو طاهر، لذلك قالوا ما كان في أصل خلقته أو أقل فهو على الطهارة، لذلك أدخلوا إيش الفأرة، والكثير من الناس لا يعلمون ذلك، الفأرة طاهرة، مرت الفأرة على رجلك على ثيابك على طعامك ليس بنجس، الفأرة النجاسة التي فيها إن كانت في المجاري أجلكم الله وغير ذلك هذا طريقة، إنما أصل الفأرة ليست بنجس، لما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فمن نظر إلى أصل الخلقة قال ما كان في خلقة الهر أو أدنى يدخل في الحكم، فما كان من أعلى فهو إيه لا يدخل في الحكم، فهمتم؟ أما نعم نعم طيب ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم وما حولها، اما اذا كان مائعا هذا امر اخر، لانها ماتت استاذ، لا لانها فاره، لانها ماتت في السم، فاهم، والميت نجس، كل ميت نجس، يبقى قالوا الاصل لو نظرنا الى الخلقه كل ما كان في اصل خلقه الهر فما دونه فهو طاهر، اما ما كان اكبر من ذلك فانظر فيه نجس ام طاهر، واما المحققون فنظروا في اللفظ ليقيسوا لا في الخلق، لأن هم لما نظروا قالوا العين السنور الهر جاءت الهر فقال هي من الطوافين عليكم الطوافات كالخدم، والخدم على الطهارة، مفهوم، قالوا يبقى المسألة تدور على أصل الخلقة ويشق الاحتراز، وأما الآخرون المحققون قالوا لا إنه تلفظ بلفظ لنقيس عليه فقال إنها
من الطوافين عليه. يبقى كل طواف يأخذ حكمه كأيه؟ أجلكم الله كالبغل والحمير. فهي من الطوافين اللي بيستخدمه الناس اللي يستخدمون الحمير. خلينا عشان أنتم في الحضر والحضر لا يفقهون ذلك. من 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 البندر؟ لا ده البندر يعني حضر. وتسموه ايه الثاني؟ الريف. من من الريف؟ ما فيش حد حجر. ها ما انا عارف انك بتشوف حمير في حجر انه تعمل انا حمير. انا عارف صحيح. هو في الشوارع عندنا برضه اللي هي بيبيعوا الرمله وبتاع مليانه حمير. ما فيش انا فاهم الشوارع بس انا اقصد هي اكثر وين؟ في الحضر ولا في الريف؟ في الريف. في الريف واصالتها ايضا في هنا اماكن في اسكندريه فيها اكثر في رشيد لان دي اصاله اقرب للريف منها الى ايه؟ الى الحضر. احمد سعيد مش من طنطا؟ يكثر فيها ولا ما يكثر فيها؟ ها؟ ما تعرفش حاجه؟ مين اللي جالس يا جماعه هناك؟ انت مش في كفر الشيخ يا شيخ؟ ما المحل لو كفر الشيخ ولاد عم؟ اي بيت يخلو من حمير؟ خلاص انتهى الموضوع. اي بيت لابد ان يستخدم الحمير للحماله صحيح ولا لا؟ اي بيت بيستخدمه. فيقول هذا اذا هو من الطوافين عليكم وايش؟ والطوافات. يبقى لنا ان من الطوافين ايضا اللي احنا عايشين في العصر فيه ده ممتاز الكلاب. الكلاب قلنا الكلاب مستثناه بايش؟ بالتنصيص. الكلاب مستثناه معناه من الطوافين فاذا هي طهاره. لا التنصيص جاء من اقترن كلبا ثم ذكر الرسول بذلك. يبقى اذا الكلاب خرجت بالتنصيص. خرجت بالتنصيص ويكون العلة عندنا كل طواف يستخدمه المرء والمشقة به أو تعم به البلوى والمشقة في الاحتراز عنه موجودة إذن فهو على الطهارة ويأخذ حكم السنو. في الحديث الثاني أن عائشة رضي الله عنها تصلي فجاءت المرأة بهريس فأشارت إلى الجارية أن إيه أن ضعيه هنا. طبعا أنت لو بتصلي وفعلت ذلك البشرية كلها سيقفون صفا أمامك يا منافق وأنت بتنظر للناس صحيح. لا يفقهون. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صحيح وعمر كان يفعل ذلك أبو بكر كان يفعل ذلك. أرأيت لما صلى أبو بكر بالناس صلى وكان السلام يصلح بين حيين متخاصمين فلما جاء السلام متأخرا ماذا حدث للناس؟ يعني أخذوا يضربون على أفخاذهم أخذوا يضربون يصفقون وقالوا السلام إنما تصفيق للنساء. والتفت أبو بكر رضي الله عنه للمصالح فقد يفعل المرء ذلك لمصلحة الصلاة أو لمصلحة ما. النبي سلم كان يصلي وعائشة كانت في الخارج فجاءت عائشة فمشى النبي سلم وكانت قبلة سلم عند الباب فمشى ففتح لعائشة الباب فدخلت وأكمل النبي سلم صلاته. فهذه المصالح. إذن الإنسان ممكن وهو بيصلي ومعه الهاتف ونسي الهاتف مفتوحا والهاتف طبعا بقى احنا عندنا الحمد لله وشكرا لله أقصاها أرفع الناس هدوءا في هذه الموبايلات اللي هو الايه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض هو دعاء وانتهى الموضوع. الشيخ الشعراوي بيدعو رحمة الله عليه صحيح. واللي بيصلي ما شغال بقى مع مين؟ مع الموسيقى اللي مع الشيخ الشعراوي وهو بيقول الله يعني يدعو دعاءه المشهور رحمه الله وغفر الله الأموات المسلمين أجمعين. فهذا يشوش. فأنا نقول له خذه وارفعه وإيش واغلقه وافعل ذلك. وإن لم يغلق إلا بأنك تفعل أفعال اللي هي المفاتيح السرية افعل المفاتيح السرية واغلقه لأنك بتفعل ذلك لمصلحة الصلاة. فعائشة كانت تصلي وتحركت حركة من أجل المصلحة وهذه الحركة لا تؤثر في الصلاة. وإن كانت التفاتة لدون حاجة فهي اختلاسة. أما إن كانت الالتفاتة لحاجة فليست اختلاسة كما أن تكون لمصلحة الصلاة. فلما فعلت عائشة ذلك ما كان اختلاس من اختلاس الشيطان لكنها كانت لمصلحة الصلاة. فأشارت أن ضعي الطعام هنا. لما ضع الطعام ثم انتهت عائشة رضي الله تصلي بعدما انتهت من الصلاة ذهبت إلى المكان الذي أكلت منه الهر فأكلت أمام الجارية إمعانا في طهارة الهر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن سؤر الهر وسؤر كل ما طاف بالإنسان أنه على الطهارة لا سيما إن كانت الحمير أو البغال أو السباع فسؤر السباع على الطهارة. ويكون بذلك قد انتهينا من هذا الباب. نعم الفوائد المستنبطة. نعم من يتكلم؟ أتل أنا مشي. نعم الإيه؟ مش سامع أنا. القط الأسود. القط الأسود قال فيه ابن تيمية أن القط الأسود يقتل لأن الجن يتمثل في السواد. واستدل على ذلك بقول الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني من صلى وكان من يديه كما خيرة الرحل
فلا يقطع صلاته المرأة ولا الكلب ولا الحمار. وفي رواية قال إن لم يكن بين يديه كمخيرة الرحل يقطع صلاته الكلب والمرأة والحمار. ثم قال والكلب الأسود، فقال له الصاحب الجليل فما باله الأسود من الإيش من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. ابن تيمية قال المسألة ليست على الكلب فقط بل هي تتعدى غيره. لكن هذه المسألة لها أنظار. بعض العلماء قال الكلب أسود شيطان يعني شيطان الكلاب، كما أن في الإنس شيطان إنس وفي الجن شيطان جن، وإن كان ظاهر الحديث بأنه جن تمثل فيه تمثل فيه، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. فقال ابن تيمية كل سواد في الحيوانات يتمثل به الجن، لكن لا يصح قتل الجرأة على قتل السنور الأسود ويقال أنه جن حتى يثبت ذلك بالقرائن المحتفى. من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وين بقى فضل عائشة؟ لم تتكلم، لم تفعل شيئا. كيف؟ أين فضل عائشة الآن؟ من وجهين. ممتاز كده، انت تؤصل تريحني لما تؤصل. ممتاز. الوجه الاول ممتاز، وهي في الصلاه وهي تعلم من فقهها ان هذه الحركه لا تؤثر في الصلاه وان هذه الحركه ليست اختلاسا من الشيطان، ففعلتها لتريح هذه الجاريه، لان الجاريه ستعطل عليها صلاتها، لان تعرف الجاريه لو دخلت طب وين اضع الطعام، انا ارجع على الهر فاذا منعا للكلام اشارت اليها ان ضعيه هنا، فوضعتها دون الكلام واراحت واستراحت، وايضا فعلت ما لا يضر بالصلاه. الوجه الثاني أنها أمعنت في إظهار طهارة الهر بأنها أكلت من الموضع الذي أكلت منه الهر. ممتاز. الفائدة الثانية فضل هذه الشريعة، سعة هذه الشريعة، ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شادة ولا فادة إلا بيّنت. وأيضا من ذلك أنها بيّنت كيفية التعامل مع الحيوانات لما أصغى أبو قتادة الماء لها وقال لها أن السلام قال ليست بنجس. الفائدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، من أعظم قواعد الإسلام وهي من القواعد الكبرى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا ما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. هل إيه؟ تشهد له إيه؟ لا ده يرزق بها. هو لو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن طعام الحيوان قال في لكم في كل رطب إيش؟ في كل كبد رطب أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسا فأكل منه إنسان أو حيوان أو جن أو طير فله فيه الأجر، له أجر في ذلك. امرأة سقط كلبا فغفر الله له ذنوبها.